إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب العزة للمؤمنين والذل والصغار للكافرين، فقال: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بجوار النبيين والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومتع المجاهدين الباقين بالصحة والعافية، وهيئ لناشئتنا بارك في أرضها وسمائها وبرها وبحرها وأكثر خيرها. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإن في تاريخ بلدنا العزيز لأياما خالدة ينبغي علينا أن نتذكرها ونذكر بها أبناء أمتنا. وفي هذه الذكرى العزيزة تصادف لنا ذكرى حدثين عزيزين على الأمة الإسلامية، وهي ذكرى مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكرى 17 من شهر أكتوبر لسنة 1961. هذه الذكرى، ذكرى 17 من شهر أكتوبر، تذكرنا كذلك بالأحداث التي حدثت بقلب باريس، حيث خرج المهاجرون الجزائريون في مظاهرات سلمية، فقابلتها القوات الاستثمارية بوحشية كبيرة، حيث سقط في هذه المظاهرات ما يزيد عن 3000 شهيد. فكانت هذه الذكرى حلقة مهمة في تاريخ ثورتنا المباركة، فقد هزت فرنسا الاستثمارية من الداخل، وكانت تعبيرا قويا عن قوة وإيمان الشعب الجزائري في حتمية هذه الثورة. أسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يمتع المجاهدين الباقين بالصحة والعافية. يا نعم المولى ونعم النصير. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.